عشقت يا جميلة مش كده؟ غصب عني. غلط غلط يا بنتي، ليه تسيبي نفسك لطريق انتي عارفة آخرته؟ يعني ايه؟ صبر مش ليك يا جميلة، وحتى لو كان ليك انتي عارفة كويس المطبات اللي في سكته. بس أنا بحبه، ويمكن هو كمان بيحبني. وهو اللي زي المداح ده يا بنتي عنده فرصة يحب ويعيش، ليه بقى تربطي مصيرك بمصيره؟ هو أنت هتقلقني عليه ليه؟ هو أنت مش قلتلي إنه يقدر عليهم؟ بأمر الله هيقدر. طب تنصحني بإيه يا أبويا؟ ما أقدرش أقولك ابعدي، يمكن تكوني انت اللي هترجحي كفة صابر في يوم من الايام في حاجه